ومن المواقف الطريفة اللي أذكرها ولازالت عالقة في الذهن، أذكر موقف بعد انقضاء الأزمة التي مرينا فيها والحمد لله أنها انقضت على خير. كان باقي على رمضان حدود أسبوعين، واتفقنا حنا والشباب أن نروح أبها. بالحقيقة ما كان فيه البعض اللي يبغى يروح أبها، أما أغلب الشباب يعني قالوا يا أخوان خلنا نروح أحد المزارع القريبة من الخارج، ولا يعني ثمامة، ولا هنا إيش نروح نمغط أبها. أول شيء برد وضباب ولا مستمتعين بشيء، ولكن أصرينا أنا وكم مجموعة أنا ما نروح إلا أبها. يا الحبيبين يا الطيبين خلنا نروح أحد المزارع، خلنا نروح ثمامة، خلنا نروح منا، خلنا نروح القصيم. قلنا ما نبغى إلا أبها. وأبها صراحة في الوقت هذا يعني أيام البرد يعني ما يستمتع فيها الشخص زي ما يستمتع فيها أيام الصيف. المهم بعد التصويت وبعد الأخذ وبعد العطاء وبعد التي والتي اتفقنا أن نروح أبها. كان معنا سيارتين باترول وديتسي. كان فيه اثنين من الشباب الله يذكرهم بالخير، كانوا ما شاء الله من الوزن الثقيل، وكانوا يعني مسيطرين على الشباب جميعا، ما أحد يعني يحاول أنه يفتح فمه ولا أنه يعني يحتك فيهم ولا أنه يعني يلعب عليهم أو أنه يحاول يمزح معهم مزح ثقيل. الله يستر عليه، يعني نصلي نكبر عليه أربع يعني زي ما نكبر لصلاة الظهر. المهم أننا رحنا للمخيم هذا، في الحقيقة رحنا للرحلة هذه لأبها في الحقيقة طول الخط، وحنا يعني نحس أننا مهضومين، يعني لا لنا كلام ولا شيء، نتكلمنا طقونا أخوياننا ذا اللي ما شاء الله عليهم كانوا ماسكين سيارة لحالهم، ديتسن عندنا ديتسن وباتر، ونجينا يعني نبغى نقول مرة نصيطنا على الموقف. المهم بعد ما وصلنا يعني قبل أبها بحدود 300 كيلو أو 250 كيلو، اتفقنا أن نسوي يعني في الباترة أن نسوي شريط تهديد، وأن هذا الشريط نهدد فيه الشباب أخواننا اللي هناك، وأن إن شاء الله رايح يكون في تصفية حساب في أبها، وأن هذه السيطرة سوف تلغى إن شاء الله من يوم نوصل أبها. اتفقنا أن نكون يد واحدة حتى لو نتقطع تقطيع، أهم شيء ما نستسلم. والله اتفقنا على هذا، وبدت الأناشيد في الشريط، وبدت الكلمات القوية، وبدت التهديد، وبدأ يعني في الحقيقة لو سمع التهديد قرية كاملة سمعت هذا التهديد يمكن تهاجر اليوم الثاني، كلام يعني هز الصخر هز. المهم نحن أثناء التسجيل وأثناء أناشيد وأثناء كذا، ما درنا لا والله هذا راعي الجيب طالع من قرية ويصفقنا مع الباب، والله نتقلب. وكان سبحان الله من العجائب أنها المسجل كان شغال وسجل صوت الحادث، إن شاء الله سوف تسمعون الصوت الحادث. بسم الله الرحمن الرحيم. أمريكا وتصالحون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، سنجعلهم مثل قطرات الندى. سنعقلها معدلة، سنعقلها معدلة، سنقبرها بعد كذا. لا والله يوم توقف الجميع، ما عاد يعني أحد، راحت الأناشيد وراح التهديد وراح، وقام كل نصيح في مكان. وكان أكثر من يعني ماسك التهديد هذا والأناشيد والأشعار أنا وشخص، وسبحان الله أنا والشخص هذا أكثر ناس تأثرنا بإصابة الحادث، يعني من الإصابات اللي حصلت فينا. المهم أنه أخياننا كلهم تفلتوا على الزفل، وأنا حاولت أن أسحب نفسي لين طحت، وخوينا هذاك يتأوه صياح الموت، يعني ميت ميت إلا أن يشاء الله. أنهم أخذانا المستشفى وكلنا رددانا في أحد الغرف. المهم يعني كان مقرر أن نجلس أسبوع في أبها، وسبحان الله قضينا هذا الأسبوع يعني جميعه في المستشفى. وعندما سمعوا الشباب اللي كانوا في الدسن شريط التهديد قالوا خير إن شاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى رحمكم بذا الحادث، ولا والله لو وصلنا أبها كان عرفتوا الإصابات مزبوط، ولا ما جاكم شيء.
والحمد لله انهم يعني يوم شافوا اصاباتنا تنازلوا عنا انهم سامحونا يعني رجعنا الرياض انهم ما يكملون. هذه كانت المواقف الطريفه يعني عالقه في الذهن.